حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه اللقاءات الحصرية دائما في برنامج ليالي الكويت، والذي دائما يتميز به في القناة الأولى تلفزيون دولة الكويت. اليوم لقاءنا راح يكون مع قامة فنية عربية مصرية قدمت الكثير والكثير، الفنان الجميل يوسف شعبان. حياك الله استاذي. يا اهلا وسهلا. اهلا. انا مستكثر اول كلام اللي انت قلته. انت اقل اصلا في وجودك الصمت جمال بحد ذاته. ربنا يخليك. بنحاول يعني ان نؤدي الواجب حقيقه، يعني كل واحد لازم يؤدي واجبه ناحيه مهنته بشكل صادق. و هتسألني سبب زيارتي ايه؟ طبعا في الكويت. نعم. انا اكاد اكون كويتي يعني، لاني متزوج من الكويت الحمد لله، وعندي اولادي من الكويت الله يحفظهم. في مشاعر ربطاني بالكويت من زمان، حتى من قبل ما اتجوز. مشاعر الحقيقة مليانة احساس بعروبتي الحمد لله، واللغة العربية اللي انتوا بتتكلموا بيها الحمد لله، يعني لغة تخلي الواحد يفتكر التاريخ، التاريخ العربي يعني. أستاذ يوسف اسمح لي بس أن أقول ما شاء الله، أول شيء متميز بالأناقة اليوم بالتألق، دائما أنت أنيق من أيام الفن وإطلالتك على الشاشة من خلال السينما المصرية. اليوم أنت بعد شيك. أولا البدلة دي أنا مشترفها مش بتاعتي يعني. الله يعطيك الصحة والعافية. خليك. الله يسلمك. لا هو طبعا يعني الناس بها إيه ان انا اطلع مثلا مفركش قدامها وبتاع، لازم اعمل قدر امكاني ان انا اريح عينها. احنا عرفنا الفنان الجميل يوسف شعبان انيق في كل حالاته، لكن الفنان دائما يعني اجت ادوار الخير مثلما ما اجت ادوار الشر. سر العبقريه اللي يمتلكها الفنان يوسف شعبان الحقيقه هو ببساطه شديده جدا. ليه في ناس بتشوف انه دي محتاجة قدرات ودي محتاجة قدرات، أو ده ممكن يكون متخصص في كده أو يكون متخصص في كده. أنا بعمل الاثنين مع بعض في وقت واحد. وقت واحد. بعمل الخير والشر. نعم. وحصل يعني مسلسلات عملت فيهم ده، حتى في على نظام الإخوة، يعني كان أخ شرير وأخ طيب. طيب. وصدقوا الشرير وصدقوا الطيب. هي مسألة صدق مع النفس، صدق الفنان كبني آدم مع نفسه إنه في حياته ما يكذبش. نعم. ما يزيفش، بقى له موقف وموقف شريف وموقف محدد. نعم. بكده لو قال رأياني يا فجلة الناس هتقتنع بيه، تصدقوا، لأنه هيحسوا إنه طالع من قلبه بلا شك، ويصدقوه سواء في الخير أو في الشر. دي مسألة ببساطة شديدة جدا. حلو، كلام جميل. ما فيهاش عبقرية ولا حاجة. لا أنا احنا نشوفها كمتابعين ومحبين لك عبقرية، هذا ما يستحق الفنان الجميل يوسف شعبان. لكن السؤال الأهم، الفنان يوسف شعبان وين يلقى نفسه أكثر، بأدوار الشر ولا الخير؟ أنت أقرب لك. يعني لو قلت لك الاثنين يمكن تندهش. الاثنين ما فيش شخصية، فهو المهم وجهة نظر المؤلف والشخصية بتقول إيه على الورق، وبحولها للحم ودم شخصية. ما فيش لا ده أعرب. لا بميز ده ولا بميز ده ولا حاجة، بأمانة. حلو. بيسقطه الكاتب في كتاباته أنا بتبناه وبعيش منه عملية معيشة نفس الدرجة. بس لقينيش يعني ما فضلش دوري في رأفة الهجان اللي هو دور ضابط المخابرات العظيم ده اللي نصر الأمة العربية على إسرائيل، والضوء الشارد مثلا اللي هو عامل في صعيدي ده يعني الأعمال اللي قدمتها كثيرة جدا، وهي يعني بطابع أنها تكون دائما ناجحة ووصلت إلى المجتمع العربي. لكن السؤال، بعد هذه المسيرة من العطاء للفن، ماذا خرج يوسف شعبان بعد هذه الرحلة الطويلة؟ هو
ولو قلت لك انه رغم كل السنين دي ومختلف الشخصيات والتجارب اللي انا عملتها دي، حاسس في قرارة نفسي اني لسه ما عملتش حاجة. لا كده مستحيل. صدقني انا مصدقك. لا مصدقك. بس هي دي الحقيقة يعني. كل هالنجاحات هذه ويوسف شعبان يرى نفسه ما قدم شيء؟ ايوه ما شاء الله. بدليل اني في كل عمل ببقى زي ما اكون اول عمل اللي بعمله في حياتي، من ناحية الخوف يعني اول يوم ده ما تقدرش تكلمني خالص لاني ببقى مرعوب اول يوم، تاني يوم بتشخطي بتماسك وكده وبعدين بتخش. لو ما حصلنيش ده أبقى خلاص انا اكتفيت بقى. اكتفيت صح. كممثل وهو عملت كل اللي انا عايزه وبتاع، لا ما اكتفيتش لغايه دلوقتي انا بضطرب وكده يعني. يعني لو في عمل جديد دلوقتي حيترعب يوسف شعبان. ترعب. وثاني يوم ممكن يهدى شوي لكن ماسك شويه وكده لغايه كده. الحماس لا زال موجود. لغايه دلوقتي اول يوم في اول عمل يعني قصدي اقدر اعمل بعمله. ما شاء الله. لو تصدقني مصدقك اكيد. حقيقه يعني. انا والله مصدقك. السؤال بس انا ساعات ما بصدقش. السؤال، لجأت بالفتره الاخيره وقدمت العطاء لابناء شعبك وابناء المؤسسه التي تنتمي اليها في الفن ان صح القول من خلال العمل النقابي. ايوه. ماذا خرجت من هذا العطاءات الجميله لاتجاه زملائك الفنانين للفن المصري العربي ليوسف شعبان؟ والحقيقه انا توليت مسؤوليه النقيب دورتين أيوة. مظبوط. نعم. 8 سنين يعني 4 سنين كل دوره. كان ممكن او ببساطه تفتح البرنامج تلاقي فنان يموت من عدم إمكانه شراء الدواء مثلا، يعني بيموت. كأنك قدمت فلوس حاجة كده. دول زملائي وأنا يعني أنا منهم بلا شك. فأول حاجة كانت فعلا كان لازم أعملها كواجب يعني أن أنا أوفر العلاج لجميع الزملاء والزميلات بحيث أن محدش يموت مش لاقي علاج. لا يمكن. قابلت وزير الصحة وقابلت رئيس الجمهورية وقلت لهم دي قضية الفن في مصر، انه الفنان ازاي ما يلاقيش يتعالج وهو في اشد الحاجة لانه يتعالج وكده ازاي يعني امكانيات المادية. احنا بناخد بالعكس، احنا بناخد منه في العقد 2% من قيمة العقد علشان نوفر له العلاج والدواء. واجب الحكومة بقى تدعم، انها تقدم دعم تساعد بالضبط. نعم. فالحقيقة كان وزير الصحة وقتها الدكتور سلام قال لي اولا انا هروح اقول الجماعة في البيت ان انا كنت قاعد مع يوسف شعبان، فطمني جدا يعني. الحمد لله ومشيت القضية دي. ايوه عملتها. طبعا. وبعدين قال لي كلف السكرتير بتاعه وبرضه السكرتير بتاع النقابه، الاثنين هيقعدوا مع بعض ويقرروا ده عنده حاله يجي يتكلم مع السكرتير، وتاكد ان كل حاله عندك بس انت هات لي الحالات الصعبه وكده يعني. نعم. زي ما حصلت لي مع كان الله يرحمه مدير المستشفى في السعوديه جنب المطار كده، مستشفى كبير قوي في كل التخصصات وعنده دكاتره اجانب. كان جه زياره مره في مصر وطلب انه يشوفني وعارف ان عندنا مشكله دي، فقال لي انت بس ما تحملش هم غير انك انت توصل لي اللي محتاج علاج ده المطار وما لكش دعوه بيه. ما شاء الله. وقد كان ليا زملاء كتير قوي تعالجوا وما رجعوش مصر الا ما فعلا ربنا خد بيدهم وشفاهم الحمد لله. ودي كانت مهمة جدا القضية هذه، يعني حطيتها في برنامج معين في أمور النقابة وحصلت عليها الحمد لله. حصلت عليها. أيوة. حلو. حاجة تانية مسألة التشغيل، طبعا العملية الفنية
بتبقى مبنية على الهوى والرغبة الذاتية وبتاع. يعني مثلا مخرج بيبقى له كاست معين بيرتاح له، نعم، بيريحه في شغله، حلو، فيحب يوفر دايما لنفسه هذا الكاست أو المجموعة دي، نعم، لأنها بتريحه في شغله. أنا بتدخل في دي، أنا سمحت لنفسي أنا أتدخل فيها لحدود، مش للأدوار الرئيسية، إنما الأدوار اللي فعلا ممكن التغاضي عن مدى تأكد المخرج من الممثل ده، فأقول وأجيبها على ضمانتنا يعني قد دوت، لأنه ده خريج معها زينا ورجل متزوج وعنده أولاد وزي ما اشتغلش. يعني هدفك من هذا التدخل إعطاء فرصة للآخرين بالضبط. يا سلام عليك. مع أن ده في العملية الفنية صعب، غير مرغوب، غير مرغوب، نعم، يعني المخرج أي مخرج هيقول لي والله أنا حر، واضح، شغل اللي أنا برتاح له وما شغلش اللي أنا برتاح، يعني بالثقة وبالحب قدرت أنفذ ده. يعني ثلاثة، تفضل. إحنا ما كانش عندنا قهوة نقعد عليها، الله، قهوة كده في الشارع كده مختصة بالفنانين، كانش عندنا، ما فيش فنانين مصر كلهم من أيام يوسف وهبي، الله، ما حصلش ده. وأنا ماشي على النيل لقيت مكان بنك الدلتا حاجز عليه بقاله سنين وبيعرضه للبيع، فسألت فقالوا لي ده عليه بست عليه البنك ده بيقدروه 6 مليون، كان معروض في المزاد بحوالي 4 5 مليون كده، بس ما جابش المبلغ، فالبنك الدلتا كان، فالبنك مش موافق على إلا الفلوس دي، نعم، فاخترت ثلاثة من زملائي منهم عادل إمام طبعا، الله، ورحت رايح له وقابلناه وعادل قال له هنعمل لك تمثال في المدخل على طول. فالراجل الحقيقة كان إنسان ذوق وكريم جدا معانا، حس إنه ادانا النادي ده نشتغل فيه، وما خدش غير قص واحد بس اللي هو حوالي 1000 جنيه 100000 جنيه، الله، والله هبة للفنانين. انا كنت واخد ما فيش خزنه ما فيهاش فلوس، انا كنت بسلم المطلوبه فاضيه، ما فيش حاجه، اي نعم، مديونه، حلو، ربنا وفقني الحمد لله وسددت الدين اللي عليا و اوجدت طريق كمان لزياده دخل الفنان عن طريق الاوتيلات، يعني اوتيل مثلا شيراتون اسكندريه في فرايتيز في فنون شعبيه بلا شك، دي لينا احنا كنقابه لينا دخل فيها 2%، حلو، فدي كانت ضايعه خالص، وفرت انا المبالغ الضايعه دي من اول اسكندريه لغايه اسوان اوتوماتيكال كده، اول كل شهر كل اوتيل حسب درجته الخمس نجوم بيدفع 1000 جنيه وهكذا. الفنان يوسف شعبان قدمت امام نخبه وعمالقه الفن، بوجهه نظرك مين الفنان اللي ترك بصمه واضحه؟ كل الزملاء والزميلات اللي قبليه ليهم فضل علينا في انهم اثروا الحياه الفنيه، وما كانش فيه امكانيات مظبوط، ومع ذلك اثروا الحياه الفنيه بحيث ان احنا اتعلمنا منهم واستلمنا منهم الرؤيه فعلا، واللي انا عملته ده اللي انا اللي اتعلمته ودخل جوايا نتيجه معاشرتي لزملائي اللي قبلي اللي سبقوني، نعم، ليهم الفضل يعني. اكيد بلا شك. نبي نروح حق شوي البيت، في مثل يقول ابن الوز عوام، في احد ابنائك في امريكا في السنه في الدراسه في السنه النهائيه اعتقد، ايوه، يدرس اخراج، هل هذا هذا هل هو من تأثير الوالد عليه ولا هو باختياره؟ الحقيقة هو كان بيقعد، هو متفرج كان كويس جدا وكان ناقد كويس جدا، يعني كان يفهم فيه، وكان بيتفرج علينا كعربي ويتفرج على الأفلام الأجنبية والأعمال الأجنبية فعلا، فكنت أسمع وجهة نظره
ألاقيه شخ بالنظر، وطبعا ده مستمد من قراءاته، وما تقدرش تمنع انه برضه من خلال وراثه للاتجاه يعني. انما هو في التمثيل ما وافقش خالص. ما توافقش؟ قلت له طب هو شكله برضه كويس وكان ممكن يبقى له وضع يعني في التمثيل. ليه كنت رافض؟ قال لا. هو لا ولا انت؟ هو قال لا. انت مؤيد؟ انا قلت له التمثيل يعني هقدر اقف جنبه وهقدر. نعم. قال لي لا انا عايز ادرس اخراج. الفنان الجميل يوسف شعبان، ما هو سر الرياده المصريه بالفن؟ التاريخ. تاريخ. بقى لنا اكثر من 120 سنه بنعمل سينما، صناعه سينما، وده كان سببه اجانب كتير كانت موجوده في مصر وقتها، كانوا مطلعين على الفنون في العالم المتقدم. فاحنا عندنا عمر السينما عندنا 120 سنه، تصور سعادتك. الهند بعدينا ب 20 سنه، شوف الهند بتعمل كام، 70 فيلم و 700 فيلم في السنه، واحنا بنعمل 7 افلام في السنه. وهم بعدكم ب 20 سنه. احنا بدأنا مع ايطاليا بالضبط. ما شاء الله. احنا اكيد العديد من الساعات لا تكفي لاقامه فنيه جميله مثل حضرتك الفنان الجميل يوسف شعبان، ولكن سؤال السريع قبل الختام، اكله كويتيه بتحبها ايه؟ الاكله؟ ايوه الكويتيه؟ ايوه. عايز اسم اكله. والله انا ما كنت ساعات حاجات ما اعرفهاش، فبيعجبني المدام. تمام كده. تمام كده. والحقيقه الفرصه دي انا ما يفوتنيش طبعا احيي صاحب السمو الشيخ صباح امير البلاد على التقدير الاخير اللي هو قائد العمل الانساني في العالم، فانا بأذن له بهذا التقدير وبقول له مبروك، وهو لا شك انه رجل العالم كله محتاج لنصيحته والحكمته والرأيه فعلا يعني. أكيد. الله يحفظه إن شاء الله ويطول بعمره. إحنا نشكرك على هذه الإطلالة الجميلة في برنامج ليالي الكويت، الفنان القدير والجميل والقامة الفنية المصرية العربية يوسف شعبان، كنت ضيفا جميلا معنا. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. أنا شاكر جدا. تسلم. اتحت الفرصة دي لي يعني. شكرا. شكرا. مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، هذا اللقاء الجميل مع قامة جميلة فنية عربية مصرية، الفنان الجميل يوسف شعبان. كان لقاء جميل، نشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.